اهلا بيكم على موقع سوبر مام، حلقه جديده من روج ومسكره. جالي كومنتس كتير ازاي تقدري تثبتي الكحل بتاعك. في حلقه النهارده هوريكي اسهل طريقه ممكن تثبتي بيها الكحل. اول حاجه هاخد الكحل واحطه على خط الموشي. وبعد كده هاخد الفرشه واعمله سماجينج. وبعدين هاخد كوتن بود واشيل بيها اي زيادات. وهاخد باودر نفس لون الكحل وفرشة رفيعة وامشي على الخط اللي انا عملته بالكحل. وهرجع اخد تاني كوتن بود واشيل اي زيادات. وبالطريقه دي الكحل هيقعد معاكم في الصيف فتره اطول. جربوها وقولوا لي ايه رايكم، واشوفكم الحلقه الجايه.